طيب عندك بن حق. بن انا سايب المايك والله للطارق عشان ياخد حقه بصراحه. ما هو انت عشان انا انت كنت عايزك معايا. تساله الاول كذا سؤال لا لا كده لا ما فيش والله مشكله. بجد. لا ما انت عارف يعني بن رمضان دلوقتي الصفقه دي اعتقد ان هي تجمدت في الوقت دي الحالي حقيقه بالنسبه دي للنادي حقيقه. الاهلي. لا زعلان طبعا. لعيب هايل انتوا جبروت، انتوا جبروت، زعلان. طب انت انا مش فاهم انت زعلان. انتوا ايوه جبروت. طبعا. ما ايوه احنا بص دايما احنا بنلعب على ان احنا ازاي نشوف النادي بتاعنا في احسن حال دايما دايما، زي اكيد ناس زمالك، بس هو في اوقات الظروف بتبقى صعبه. النادي الاهلي طالما الظروف عنده مساعده، يا كابتن احمد وحضرتك عارف يعني لعبت هنا ولعبت هنا. لا النادي الاهلي ما شاء الله في يعني السنه دي كمان هيشارك في بطوله الانتر كونتيننتال كمان، فيعني بطوله زياده. انت هتلعب في 7 بطولات، فاكيد محتاج دعم، محتاج لعيبه، محتاج لعيبه سوبر. فاكيد الواحد زعلان ان كان نفسه زعلان؟ يبقى. والله طبعا ليه زعلان. جبروتها طيب؟ والله يا جبروت ليه؟ عندهم لعيبه كتير قوي وزعلانين ان صفقه ممكن تبوظ يعني. امال الزمالك يعمل ايه؟ طب وجمهور الزمالك يعمل ايه؟ طب ما انت كان عندك لعيبه قد كده كويسه. طيب ما هي النقطه هو لسه كنا دلوقتي بنتكلم في الموضوع ده انا وكابتن احمد على الاداره والفلوس. ما ممكن يبقى عندك فلوس كتير جدا جدا ولعيبه جامده جدا جدا بس مش خد بالك، هتديرها. مش انا